في الحلقة ديال بورتري اليوم غنهضروا على واحد السيد سميتو محمد وكنيتو بحال شي آلة موسيقية الطعريجة الدعدوع الصغير ديال الدعدوع. أيه هو هذا محمد دعيدعة، زداد سنة 1958 بمدينة مراكش الحمراء، حاصل على دبلوم في الهندسة، عضو في اليسار الاشتراكي الموحد، كاتب عام للنقابة الديمقراطية للمالية وإطار في وزارة المالية، ولأنه بهجاوي فقد كان ممثل مسرحي من أكبر المدافعين على البيئة والعمال والصحفيين والقدرة الشرائية، واسمح لي لا للزيادة في الجوعة، شجاع وفمه ديما جابد عليه صداع. واحد نار وقال لك على بن كيران كان دابزو معاه وما نخليه اللي يمسو، وعلى الوردي قال لك كان عزو الرجل اللي صعيب تفهمه. هو حاضر معانا في السويعة، سيداتي سادتي آنساتي، رحبوا معايا بمحمد دعيدعة.